الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة بإذن الله شرح مهم جدا عن طريقة حل مشكلة اللاج في لعبة بيس 2017. الطريقة هتبقى طويلة شوية بس إن شاء الله تجيب نتيجة معاك. في ناس مثلا بتكون أجهزتها قوية وبرضه اللعبة بتكون بطيئة، فأنا هقولك على شوية خطوات تعملها وإن شاء الله اللعبة هتشتغل عندك كويس. هنبدأ الخطوات مع بعض. أول خطوة وتعتبر أهمها هي تحديث كارت الشاشة. لازم أنت تكون محدث كارت الشاشة بتاعك لآخر نسخة وتحدث التعريفات بتاعتك كلها، لأنها مهمة جدا في تشغيل الجهاز بأداء أحسن. وممكن تستخدم برنامج درايفر بوستر، ده من أحسن البرامج في تحديث التعريفات وبسرعة، مش بياخد وقت وحجمه صغير. حسب لكم كل الروابط اللي هنستخدمها في الشرح هتلاقوها في الوصف. أنا دلوقتي عامل كل التعريفات عندي على آخر نسخة زي ما هنشوف أهو. ديفايس مانجر اهي، كل التعريفات عندي جايبه اخر نسخه. ولو جينا هنا على كارت الشاشه اهوت اللي ادنا اخر نسخه خالص، لو بحثنا عن تعريف مش هنلاقي. ولو عايز تلاقي شكل برنامج اللي هو درايفر بوستر هو ده اهو، هتحمله عادي. ممكن تحمل برنامج ادفانسد سيستم كيرر لان انا هستخدمه في الشرح ده، وهتلاقي فيه اللي هو درايفر بوستر ممكن تحمله منه. تاني خطوة معانا اللي هي إزالة الفيروسات والتنظيف الجهاز بتاعك. في ناس كتير مننا مش بتهتم بموضوع الفيروسات وتنظيف الجهاز، لا الموضوع ده مهم جدا. لازم انت تنظف جهازك على طول اللي هو من الأتربة والحاجات دي كلها، وتمسح الفيروسات. في برامج كتير للفيروسات بس أحسنهم أفاست وكاسبر سكاي. أنا هنا بستخدم اهوت أفاست زي ما انتوا شايفين أهو، نسخة متفعلة عادي جاهزة، وهتلاقوا برضو الرابط في الوصف. بعد كده هتلاقوا هنستخدم برضو طريق برنامج ادفانسد سيستم كير 10 اللي هو اللي انا قلتلكوا عليه ده. البرنامج ده انا استخدمته في شروحات كتير ليا، وهو برنامج مضمون ومش بستغنى عنه. بيحسن اداء الجهاز بشكل كبير وتنظيف الملفات اللي هي ملهاش لازمة على جهازك او مش مهمة. هتفتح البرنامج وهتعمل الخطوات دي معايا، هتعمل تنظيف وتحسين وهتحدد الكل وهتعمل فحص. هيبدأ هو يعمل فحص لكل لجهازك للحاجات اللي انت محددها ديت، وبعد كده هتعمل تحسين. انا مش هعملها دلوقتي بس عشان وقت الشرح، انا هعملها قبل الفيديو. بعد ما تعملها هتروح هنا على تسريع، عايزين من هنا الحتة دي، هتخش على التكوين وهتختار وضع الالعاب، وبعد كده تضغط تعزيز اهو زي ما احنا شايفين. بعد كده عادي تقفل البرنامج خالص، وهتمسح برضو الرامات من هنا، هتحدد بس العلامة دي وخلاص كده. ده اللي احنا محتاجينه من البرنامج. بعد كده لو عندك الطريقة اللي انا اقولك عليها ده، لو عندك كارت شاشة خارجي، انا عندي مثلا هوت انفيديا، هنختار انفيديا كنترول بانل. زي ما قلت الخطوة ديت لو عندك كارت شاشة خارجي سواء انفيديا او اي ام دي، هتفتح الاعدادات بتاعته وهتعملها زي ما اقولك كده. وبرضو اللي عندهم ام دي اي ام دي يعملوا نفس الخطوات. هتفتح معانا، هتيجي هنا على مانج 3 دي جلوبال سيتنج، وهنا هتختار دي التانية اللي هي هاي بيرفورمانس انفيديا بروسيسور، هتختارها. هنختار ابلاي، هنستنى لما يخلص معانا اهو. اهو زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنروح على التالتة دي، ومن هنا هتختار اسم كارت الشاشة بتاعك وخلاص، وهتروح على الأولى هنختار ديت وهنجيبها بيرفورمانس، بعد كده أبلاي. أنا عامل الخطوات ديت فخلاص مش هعملها تاني. طيب لو أنت ما عندكش كارت الشاشة الخارجي هتعمل باقي الخطوات عادي وتسيبك من الخطوة دي. وكمان هقولك حاجة، لو أنت عندك كارت شاشة انتل فأنت يعني احمد ربنا إن اللعبة شغالة، لأن انتل ديت مش مخصص للألعاب زي كروت التانية زي انفيديا و ام دي. بس اجرب الخطوات برضو ممكن اللعبة تحسن معاك. بعد كده انا اقول لك نصيحة، انا دلوقتي كنت بستخدم ويندوز 7 وكانت اللعبة بطيئة عليه، وكان كارت الشاشة مش بيقرأ على الالعاب، وكنت نزلت المشكلة دي على كذا جروب بس ما لقيتلهاش حل. بس لما نزلت ويندوز 10 اللعبة اشتغلت احسن بكتير ومن غير لاج خالص. وحتى لو جينا نبص هنا في اللعبة فين اهي بال 17، لو جينا فتحنا السيتنج هنستنى لما يفتح معانا وهوريكم ان كارت الشاشة قارئ عليه اهو. قارئ عندنا هنا انفيديا 820 ام اهو،
بس. انما لو ويندوز 7 كان قارئ عندي انتل، ما كانش بيقرا انفيديا خالص. فانا بنصحك تنزل ويندوز 10، ويستحسن يكون نسخه 24 او نسخه برو برضو، يعني ويندوز 10 برو 64 بت، ده اللي انا بستخدمه اهو. بس اللي عندي نسخه متعدله اللي هي نيو ميكس. خلاص كده تمام، كده تمام. الخطوه بتاعت الويندوز دي نصيحه بس، لو عايز تعملها او ما تعملهاش براحتك. بعد كده موضوع الباتشات، الاول انا عايزك تجرب اللعبه عندك من غير اي باتشات او سويت فيكس، وتعمل باقي الخطوات ونشوف هتشتغل معاك كويس ولا لا. لو اشتغلت كويس خلاص ممكن تشوف باتش مضمون مثلا زي بروفيشنال، وده اللي انا بستخدمه اهوت قدامكم زي ما انتم شايفين. بس وزي ما انتم شايفين اهو ما بستخدمش سويت فيكس، لان انفيديا متضاف معاه ارضيات اتش دي اسمه ايه بروفيشنال عفوا اهو ارضيات. فعشان كده مش مضطر استخدم السويت فيكس، لانه من اهم عوامل بطء اللعبه السويت فيكس ده، فانا ما بستخدموش خالص. بعد كده هتخش على السيتنج، وهتظبط الاعدادات بتاعتك زي ما اقول لك عليها. اول حاجه هتروح هنا على ملء الشاشه، بعد كده هنا هتختار 1280x720، 1280x720 انت هتختار دي. انا عندي هسيبها هنا زي ما انا عايز عشان بس التصوير. وجودة الصورة ما تروحش على عليه، خليها متوسطة او منخفضة. متوسطة لو لقيتها برضو بطيئة شوية قوم راجع انت على منخفضة، انا هسيبها متوسطة عشان تبقى حلوة عندي. بعد كده موافق، هنيجي على الخطوة ديت. الملف ده هتحمله انت من هتحمله من الوصف اسفل الفيديو، هتعمله استخراج، هيطلع عندك فولدر بالشكل ده، هتفتحه اهو وهتنقل الملفات ديت، هتاخدها كوبي وهتروح لفولدر اللعبة هنا وهتعمل لها بست. انا مش عايز انقلها دلوقتي لان اللعبة شغالة اصلا عندي كويس، فانا اشرح لكم الطريقة وخلاص. المهم انت هتنقل الملفات لفولدر اللعبة بس، ولما تفتح اللعبة هتقوم انت ضغط هنا على تاسك مانجر، وهتروح من ديتيلز على اللعبة. لو افترضنا مثلا ان ديت اللعبة مثلا، هتضغط على كليك يمين وهنا ست، هتختار هاي بس، وتقفل التاسك مانجر وتكمل في اللعبه عادي. علشان اكمل لكم باقي الخطوات دلوقتي، دي كانت اهم الخطوات اللي لازم تعملها لو اللعبه بطيئه عندك. وبرضه لازم تكون امكانيات الجهاز بتاعك تشغل اللعبه لو على اقل امكانيات، عشان الخطوات تشتغل معاك كويس. ودلوقتي هنفتح اللعبه عشان نتاكد شغال ازاي. وبرضه انا اقولك على حاجه، ما يجيش واحد مثلا امكانياته ضعيفه او ما تشغلش اللعبه يقول لي الطريقه ما اشتغلتش عندي، لا انت لازم تكون امكانياتك تقبل اللعبه اصلا. فاستأذنكم دلوقتي اقفل برنامج التصوير واصور من برنامج اكشن، ونتابع الطريقة من جوه اللعبة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية أجمل حكاية، أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار، في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. نعيش الليلة اللقاء الذي يجمع بين برشلونة ضد ريال مدريد. معلقكم الرياضي رؤوف خليفة يرحب بكم في هذه المباراة. سيرجي روبرتو، ها هو بنزيما، سيرجي روبرتو يريد اختراق الحصون الدفاعية بأجمل كرة هجومية. إيسكو ضغط قوي وينجح في استعادتها.
كريستيانو رونالدو هرب من كل الدفاع، شد توزيعة من المناطق الخلفية، والكرة انتهت في الشباك، انقذ عليها بقوة.